سؤال حامي وناس كتير قوي بتسأل عنه، فين الريدمي نوت 11S؟ وهل الموبايل ده بيقدم قيمة كويسة جدا مقابل السعر بعد ارتفاع الأسعار؟ وإيه السعر المتوقع ليه وهينزل إمتى؟ ده أكيد سؤال هنرد عليه من ضمن فيديو الأسئلة. فعلى طول قبل ما اقول اي حاجه انزل اهدى على اللايك، كسر زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش سريعا كده على فيديو الاسئله، واكيد لو عندك اي سؤال انزل على طول تحت الفيديو ده في كومنت وسيبه، لان انا دايما باخد الاسئله من على فيديو الاسئله، فاكيد اي سؤال هتسيبه هيبقى فيديو الاسئله الجاي. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناة امك ريفيوز. وخلينا نبدأ مع اول سؤال شائك، وهو فين الريدمي نوت 11S؟ وهل الريدمي نوت 11S بيقدم قيمة مقابل سعر بعد ارتفاع الاسعار؟ وايه السعر المتوقع ليه وهنشوفه امتى؟ مبدئيا كده ريدمي نوت 11S موجود من فترة، وهو موجود ولكن لسه في المطار، ما دخلش البلد رسميا. هل بقى الموبايل بيقدم قيمة مقابل سعر؟ انا شايف ان الموبايل بيقدم قيمة كويسة الى حد ما مقابل السعر بعد ارتفاع الاسعار، وده السبب هقوله لك. السعر المتوقع للموبايل يكون في فئة 5000 جنيه بعد ارتفاع الاسعار. طيب لو بصيت على فئة 5000 جنيه حاليا هتلاقي الريلم 8 وهتلاقي الريدمي نوت 10S، وطبعا الريلم 8 بيقدم شاشة اموليد 60 هرتز، والريدمي نوت 10S بيقدم شاشة اموليد 60 هرتز، في حين ان الريدمي نوت 11 بيقدم شاشة اموليد 90 هرتز فول اتش دي بلس. فهنا حتة الريفريش ريت العالي دي بتشفع له قوي وبتدي له بونت عالي قوي قصاد الموبايلين التانيين اللي موجودين معاه في فئة ال 5000 جنيه. لو جينا نبص على الاداء هتلاقي ان الموبايل بيقدم اداء افضل ميديا تيك هيليو جي 96، فده برضه بونت كويس جدا قصاد الريلم 8 اللي بيقدم 95 وقصاد الريدمي نوت 10S اللي بيقدم هيليو جي 95. فبرضه في نقطة الاداء ريدمي نوت 11S برضو بيتفوق عليهم شوية الى حد ما، فحتة الشاشة ريفريش ريت واضاءة الشاشة افضل من الاتنين واعلى سطوع الشاشة، وحتة كمان الاداء افضل شوية وخصوصا في اداء الالعاب. بقية الحاجات الباقية تعتبر منطقية وقريبة، فلذلك انا شايف ان الموبايل ده حاليا هو افضل اختيار هيجي قريب في فئة 5000 جنيه. طيب الموبايل متوقع يجي امتى؟ والله ما فيش لحد الان معاد رسمي لصدور الموبايل في السوق، ولكن الموبايل بالكتير مش هتأخر عن شهر 5، وده احتمال كبير على حسب بعض التسريبات القوية قوي، وده معناه ان الريدمي نوت 10S سعره هينزل. فلو انت بتدور على الريدمي نوت 10S استنى بقى وما تشتريش دلوقتي لان سعره هينزل عن الخمسة. السؤال اللي بعده، معاد نزول الاونر اكس 8؟ والله على حسب بعض التسريبات فالمفروض يكون متواجد يا على شهر 4 يا على شهر 5، بس لسه مفيش تسريبات اكيدة ان الموبايل هينزل امتى، ولكن اتوقع ان الموبايل جاي قريب في السوق. سعر الريدمي نوت 11 النسخة ال 64 وفي تليفون يكون احسن منه في نفس السعر، سعر نسخة الريدمي نوت 11 ال 64 بعد ارتفاع الاسعار حوالي 4500 4400 جنيه. هل في موبايل احسن منه؟ مفيش غير موبايل واحد احسن منه في الكاميرا وفي الاداء اليومي، وهو الريلمي 9 اي. اما كسوشيال ميديا بقى اللي هي رؤيه وشاشه وريفريش ريت عالي وسماعات ستيريو، لا مفيش احسن دلوقتي من الريدمي نوت 11. الانفينكس نوت 10 برو متوفر حاليا؟ لا مش متوفر حاليا، اللي موجود حاليا الانفينكس نوت 11 او الانفينكس نوت 11 برو، هم دول المتوفرين. السؤال اللي بعد كده، انا جبت ريدمي نوت 11 وهو كويس جدا بس بيقف مره واحده وانا بسكرول، فده عادي ولا عيب سوفت وير؟ شايفه ان ده عيب سوفت وير وما حصلش معايا الصراحه وانا بجرب الريدمي نوت 11، ولكن شاومي ساعات بيكون عندها مشاكل في السوفت وير، فده بيكون عيب سوفت وير مش عيب في الموبايل عامه، واكيد هيتحل مع سوفت وير ابديت قريب جدا من شاومي. عايز تليفون يدعم خاصيه تسجيل المكالمات للنظام القديم في حدود من 2500 جنيه من ريلمي او اوبو او سامسونج. بص صاحبي، من الاخر كده حاليا مفيش موبايل بيدعم تسجيل المكالمات القديم، لان دلوقتي شركه جوجل بتفرض على الشركات ان هم يستخدموا الابلكيشن بتاع الاتصال بتاع شركه جوجل نفسها. فلو انت عايز موبايل بقى بالتسجيل القديم فدور على الموبايلات القديمه اللي كانت من سنه او من سنتين وحاول انك تشتريها مستعمله لو انت عايز تسجل مكالمات براحتك. السؤال اللي بعد كده، ممكن اعرف رايك بصراحه في موبايل انفينكس نوت 11 برو؟ وهل موبايلات ريلمي بتواجه مشكله؟ انا عايز اشتري موبايل ومحتار.
بص حاليا دلوقتي انا ما انصحكش انك تشتري موبايل، وللامانه بس اقول لك رايي في الانفينكس نوت 11 برو بكل صراحه، موبايل كويس جدا، بس موبايل كويس جدا قبل ارتفاع الاسعار. بعد ارتفاع الاسعار انا بصراحه مستحرم ان امسك موبايل بشاشه اي بي اس 120 في ال 5000 جنيه، يعني انا ممكن امسك اموليد 60 ما عنديش مشكله، لكن اي بي اس 120 وزوايا رؤيه والكلام ده بصراحه ما انصحش. ولكن الموبايل اللي بيشفع له انه جايب هاردوير قوي وكويس، ده طبعا قبل نزول الريدمي نوت 11 اس. انا شايفه موبايل كويس، وهل بقى ريلمي بتواجه مشاكل والكلام ده؟ لا بصراحه انا شايف ان ريلمي تعتبر من الشركات المنطقيه جدا والكويسه، واللي بتقدم سوفت وير مستقر ودنيا مستقره الى حد ما. انا عاوز موبايل من 5 ل 5500 جنيه، استنى حاجه تنزل ولا بلاش، استنى الريدمي نوت 11 اس. اما لو انت مستعجل قوي فممكن اقول لك ريلمي 8 يعني، ولو اني مش مقتنع، او الريدمي نوت 10 اس. محتاجين تقرير عن الانفينكس نوت 11، عملت والله مراجعه كامله للانفينكس نوت 11، لو لسه ما شفتش الفيديو هسيب لك الفيديو هنا في الاي فوق. ايه افضل موبايل ب 3500 جنيه في كل حاجه، شاشه واداء، يعني موبايل متكامل. انا بلعب حوالي ساعتين في اليوم من ناحيه الالعاب. احسن موبايل دلوقتي في الفئه السعريه ده بعد ارتفاع الاسعار الانفينكس هوت 11 اس، احسن موبايل بصراحه دلوقتي انك تشتريه. لو انت مش واثق في انفينكس فممكن تزود 200 جنيه ولا حاجه وتجيب الشاومي ريدمي 10 النسخه ال 64 عامله دلوقتي 3700. السؤال اللي بعد كده، ميعاد نزول الريلمي 9 5 جي والريلمي 9 اس اي، لسه حاليا مش معروف هينزلوا امتى، ولكن اتوقع خلال الشهور الجايه ان شاء الله اكيد هنشوف الموبايلات دي في مصر. السؤال اللي بعد كده، عايز موبايل في حدود 3500 جنيه يكون كويس جدا في الالعاب وعموما بعيدا عن انفينكس. ما دام بعيدا عن انفينكس هقول لك مفيش دلوقتي حاليا غير الريدمي 10، روح اشتري الموبايل ده لو انت مستعجل قوي. اما لو انت مش مستعجل استنى استقرار الاسعار، اكيد الموبايلات سعرها يظبط عن كده، وخصوصا لو الناس امتنعت انها تشتري فاكيد هيكون المعروض كتير فهيضطروا ينزلوا في الاسعار عشان الموبايلات ما بتتباعش. اما لو حصل حرق بقى للموبايلات فاكيد اسعارها هتثبت ومش هتنزل تماما. فرايي محدش يشتري ويستنى عشان الاسعار تنزل، عشان خاطر ربنا محدش يشتري، عشان لو حد اشترى او الاقبال كان كتير على الشراء بعد الزياده فعمرنا الاسعار ما هترجع تاني. الفيفو في 21 افضل ولا الفيفو في 23 ولا الفيفو في 21 ايه واسعارهم ايه؟ كان رايي في الفيفو في 21 وحاليا دلوقتي مش هتلاقيه، اما هتلاقي سعره فلكي قوي فبنقص من الثلاث موبايلات اصلا حاليا. السؤال اللي بعد كده، انا عاجبني مواصفات السامسونج ام 33 وايه رايك استناه والسعر المتوقع كام؟ والله حاليا التسريبات والحاجات اللي بتقول عن السامسونج ام 33 انا شايفها منطقيه الى حد ما مقابل السعر المتوقع ان الموبايل يكون بيه، واتوقع ان سامسونج هتضرب سعر اوفر في الموبايل، فبلاش نسبق الاحداث ونستنى ونشوف الموبايل هينزل بكام بالظبط وهيقدم لنا ايه. ده الكلام النهائي، لان سامسونج دايما بتوعد بمعالجات وبتقدم لنا معالجات تانية او بتقول على معالجات قويه وتطلع مش قويه، زي اخر حاجه كان الاي 53 والمعالج الغريب اللي نزل بيه اللي هو السن معالج فئه متوسطه قليله، ما اعرفش كانوا بيقولوا كلام غريب وان هو اقوى من السناب دراجون 778، ولكن الكلام ده ما حصلش. اخر سؤال معانا في الفيديو بقى عشان الفيديو ما طولش مننا زياده عن اللزوم، واكيد بقيه الاسئله اللي انا لسه ما جاوبتش عليها هعمل لها فيديو ثاني ان شاء الله. ولو انت عندك اي سؤال انزل برده تحت الفيديو ده في كومنت وسيب لي سؤالك عشان ارد عليه. السؤال الاخير بيقول، عايز تليفون يكون معايا اندرويد لان معايا ايفون 7 بلس وعايز بديل معايا، يا ريت رشح لي حاجه ما بين 3000 ونص الى 4000 جنيه وجزاك الله خيرا مقدما. شكرا جدا، جزاك الله الف خير. الموبايل اللي اقدر اقول لك عليه دلوقتي بعد زياده الاسعار الفلكيه ورايي انك تستنى افضل وما تشتريش، بس لو انت مستعجل وعايز حاجه جنب الايفون 7 بلس فممكن الريدمي 10 يعتبر كويس وحاجه كويسه وحاجه يعني من شيء من براند موثوق فيه شويه، بما انك ماسك ايفون فاكيد مش هقول لك انفينكس هتقول لي تمام هتقلق شويه من انفينكس، فممكن اقول لك شاومي ريدمي 10 هو الموبايل المنطقي حاليا. وبس كده، كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.